الحرب الباردة هي الحرب التي اشتعلت بين قوى العالم العظمى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي إبان الحرب العالمية الثانية. وسميت بالحرب الباردة لتعكس شدة الصراع الذي نشب بين الدولتين العظيمتين وحلفاؤهما، والتي استمرت لعدة عقود، واصفة حال الصراع والتنافس والتوتر بينهما دون حرب حقيقية على الأرض، أي أنها كانت حرباً صامتة غير معلنة بين الطرفين. تم استخدام مصطلح الحرب الباردة للمرة الأولى في القرن الرابع عشر الميلادي، حيث استخدمه الملك الإسباني خوان إيمانويل. يليه استخدام المصطلح الاقتصادي الأمريكي بيرنارد باشور في النصف الأول من القرن المنصرم، ليصبح شائعاً عند تكرار الصحفي والتر ليمان لهذا المصطلح. يعود الاختلاف بين الشيوعية والرأسمالية إلى العام 1917، لذلك قيل بأن المصطلح ابتدأ بالتداول منذ بداية اختلاف وجهات النظر تلك بينهما. سبب حدوث الحرب الباردة: الرأسمالية والتحدي البلشفيكي. هذه الأمور أدت إلى عدم الثقة ونمو الشك بين طرفي الصراع، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، حيث قام الاتحاد السوفيتي بإسقاط العديد من النظم الرأسمالية ليستبدلها بنظم شيوعية، وعملية الانسحاب التي قامت بها روسيا من الحرب العالمية الأولى بعقدها معاهدة بريست لوتوفسك مع الخصم ألمانيا، ودعم الحركة البيضاء من جانب الولايات المتحدة كتدخل صريح في الداخل الروسي خلال الحرب الأهلية في روسيا، وعدم اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالاتحاد السوفيتي، حيث كانت ترفض الاعتراف به حتى عام 1933، وأحداث أخرى كثيرة كلها أدت إلى تعمق الشك وعدم الثقة والخلافات بين الطرفين كمعاهدة رابيلو والاتفاق على رفض الخلافات وعدم الاعتداء بين روسيا وألمانيا. خلال الحرب العالمية الثانية وبالرغم من الجهود المشتركة، إلا أن السوفييت قد اشتبه بمؤامرة قد أحيكت بين الأمريكيين والبريطانيين، لتتحمل السوفييت العبء الأكبر في المعارك التي اشتعلت ضد ألمانيا النازية، لتتحول العلاقة بين الطرفين من بعدها إلى نوع من العداء الخفي. وبعد اتفاق الحلفاء على الشكل الذي ستكون عليه أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وطريقة ترسيم الحدود بين الدول هناك، اختلف آراء كلا الطرفين في هذا المجال. كل كان له رأيه في طرق التأسيس وحماية السلام الدولي في الفترة التي تلت الحرب، حيث كانت أمريكا تميل لانتشار نموذجها في جميع الميادين السياسية والاقتصادية، أما النموذج السوفيتي فقد اعتمد على التكامل مع حدودهم، وذلك لتتجنب ما تعرضت له من دمار لكثرة غزوها، وخاصة الدمار الذي نشأ عن حربها مع الألمان والذي لم يكن له مثيل، حيث كانت غاية موسكو في النظام الأوروبي الجديد بضمان الأمن السوفيتي، وهنا اشتد الصراع بين الطرفين، وأدى هذا الأمر لبدء الحرب الباردة بمسماها ومعناها، والتي انتهت في مطلع التسعينيات من القرن المنصرم بسقوط الاتحاد السوفيتي، لتبسط بعدها الحكومة الرأسمالية والمتمثلة بأمريكا سيطرتها على العالم بأسره. سباق التسلح: ففي عام 1949 اختبر الاتحاد السوفيتي القنبلة الذرية الأولى، مما أدى إلى بدء سباق التسلح النووي بين الطرفين. وفي عام 1953 أصبحت القوتان تختبران القنابل الهيدروجينية وتتنافسان في عمليتي البحث والإنتاج، وظهرت نظرية التدمير المتبادل المؤكد التي تنص على أنه لن يتم إطلاق الأسلحة النووية من جانب ما لم تطلق من الجانب الآخر، وأصبحت الأسلحة النووية رادعاً وليس سلاحاً يستخدم في الحرب. وقد هدف الرئيس الأمريكي ترومان إلى ترهيب الاتحاد السوفيتي من الامتثال لأوروبا الشرقية، إلا أن ردة فعل جوزيف ستالين كانت الغضب بدلاً من الخوف، الأمر الذي دفع إلى متابعة سباق التسلح النووي وعسكرة كلا الجانبين وتقريب الحرب. نهاية الحرب الباردة: انتهت الحرب الباردة
عندما تولى ريتشارد نيكسون منصبه وهو رئيس الولايات المتحدة 37 ونائب الرئيس الأمريكي 36، حيث أنه انتهج أسلوباً جديداً لإدارة العلاقات الدولية من خلال استخدام الأسلوب الدبلوماسي بدلاً من العسكري، فعمل على تشجيع الأمم المتحدة للاعتراف بالحكومة الصينية الشيوعية، كما أقام علاقات دبلوماسية مع بكين. وبالنسبة للاتحاد السوفيتي فقد تبنى سياسة الاسترخاء معه، ففي عام 1972 وقع رئيس الوزراء السوفيتي ليونيد بريجنيف معاهدة تحد من استخدام الأسلحة الاستراتيجية، والتي تمنع أيضا تصنيع الصواريخ النووية سواء من الجانب السوفيتي أو الأمريكي. وكانت هذه المعاهدة بمثابة الخطوة التي تحد من التهديد بالحرب النووية. وبالرغم من ذلك قامت الحرب الباردة من جديد عندما استلم الرئيس رونالد ريغان الرئاسة، والذي اعتبر الوجود الشيوعي يشكل خطراً على الحرية. وظهر مبدأ ريغان الذي ينادي بالتمرد على الشيوعية ويقدم المساعدة المالية والعسكرية لمن يقاوم الخطر الشيوعي. وعندما استلم غورباتشوف منصبه في عام 1985 وهو آخر رئيس للاتحاد السوفيتي قبل انهياره، أعاد بناء العلاقات الروسية مع الدول الأخرى، وكانت سياسته قائمة على أمرين هما الانفتاح السياسي والإصلاح الاقتصادي. وفي عام 1989 ومع تراجع الاتحاد السوفيتي في أوروبا الشرقية، عملت الدول الشيوعية إلى إحلال حكوماتها وتغييرها إلى حكومات غير شيوعية، كما تم تدمير جدار برلين وهو الركن الأساسي والعامل الأهم في الحرب الباردة. وبحلول عام 1991 كانت الحرب الباردة قد انتهت تماماً. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويكيتيوب، الموسوعة الصوتية الأولى بالنسخة العربية.